عم نفتح الشباك نحكي معه. I just come from there. شو كانوا متحركين يعني؟ People die in the street. This was people moving till roundabout, south. Till roundabout, till before. And this was people moving south. قالوا فيه إنه من الساعة واحدة للساعة ثلاثة أخذ سيارته ورحت أجيب شوية أغراض من الدار، غيارات وشوية غاز والموجود في الدار أجيبه وأرجع. أخذ سيارته وظليت ماشي صلاح الدين، وصلت لقبل دوار دولة، قبل دوار دولة الشارع كله مقصوف مكسر والناس سيارات مقصوفة والناس كلها مرمية في الأرض منفوخة من لها يومين ثلاثة يمكن مرمية جوا. لفينا ورجعنا بسرعة، الله يعلم بأي سرعة، إيش نخبر على الطريق سرعة نشرون، لأنه إحنا عرفنا إنه في مصيدة هنا. راح يدمرونا. طالع اجيب نسايب يعني بنات وصبايا متحصرين في الشيخ رضوان، بدي اجيبهم على رفح. وفي الطريق قربنا يعني نوصل النت سريم لقدام شوي، في قصف في ضرب مدفعيه يعني، فاضطرينا نرجع لانه مش قادرين نعدي، في جثث وفي ناس وفي شهداء يعني. حركنا احنا بناء على بتاع الجيش الاحتلال اللي بقول لك من الوحده للاربعه سالك الطريق على صلاح الدين، بناء عليك تحركنا نجيب ناس، جماعتنا مقطوعين في جبله واحنا نجيبهم، تفاجئنا في الطريق، طريق مدمر قصف، شهداء مرمي على الارض، سيارات، كل حاجه ايش ما تتخيل، اشتباكات سامع، صوت خبط من المدفعيه والدبابات سامعينه.